وبما اننا بنتكلم عن الحمايه، تعال نتكلم على حمايه حياه الناس وانقاذ حياه الناس. هيئه الرعايه الصحيه اعلنت انقاذ حياه مواطنه امريكيه تعرضت لازمه قلبيه حاده وتدهور بالوعي في مستشفى طيبه التخصصي في الاقصر. ايه اللي حصل؟ معانا على التليفون دكتور طارق رشيد، استشاري القلب وخبير الاسطره القلبيه والقائم على العمليه التي اجريت للضيفه الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور طارق. استاذ يوسف مساء الخير، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ ربنا يخلي حضرتك، كله تمام والله. ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل دي حاجه يعني تدعو يعني جميع المواطنين بما فيهم انا وغيرنا وحضرتك ان احنا نفتخر بالمنظومه الصحيه. صحيح. يعني الحقيقه لاول مره المنظومه الصحيه في مصر بتصحح مسارها تماما، بعيدا عن المركزيه وبعيدا عن التوجه الى المحافظات الكبرى خاصه القاهره. طبعا احنا بقينا بنقدم خدمه صحيه متميزه في كل انحاء الجمهوريه، طبعا اللي دخلها التامين الصحي الشامل وهيئه الرعايه الصحيه. محافظه الاقصر طبعا من احد المحافظات اللي دخلتها الخدمه دي. الحقيقه دي كانت اول مره انا اصرف بيها بزياره مدينه اسنا. انا رحت الاقصر قبل كده طبعا اكثر من مره، بس مدينه اسنا دي اول مره اروحها. حلو. جميل جدا ان حضرتك تلاقي مستشفى مجهزه على اعلى مستوى لاستقبال كافه الحالات وخاصه الطارئه، اللي هي بقت دلوقتي العالم كله متوجه الى الاهتمام بعلاج الحالات الطارئه نمره واحد. المواطنه الامريكيه كانت في دوله سياحيه عادي جدا في مدينه الاقصر، وحصل لها ازمه قلبيه صاحبها مشاكل في التهاب رئوي وتدهور في الوعي بسبب غيبوبه السكر. والحقيقه تم نقلها فورا الى المستشفى وتم تشخيصها في اسرع وقت ودخلت الرعايه وتلقت العلاج اللازم وتم تحضيرها للقسطره، وحتى هي نفسها ما كانتش عايزه تعمل الابراء وكانت طالبه ان هي تخرج، وارسلت للطبيب المعالج بتاعها في امريكا قال لها لا الناس دي ماشيه صح تماما، كملي معاهم ما ينفعش تمشي، ده كده خطر على حياتك، واقتنعت بكلامه وكملت معانا في المستشفى. والحمد لله عملنا لها الابراء وعملنا لها الدعامه اللي كانت طالباها او محتاجاها يعني. والحقيقه المريضه كانت في قمه السعاده. اولا احنا يعني بنجري القسطره دلوقتي بالطريقه الحديثه يمكن متطورين زينا زي بقيه العالم. عملنا القسطره من ايديها، المريضه خارجه سعيده جدا وكانت مبتسمه وبتضحك، واول ما خرجت كلمت شركه التامين المسؤوله عنها تشكرها على ان هي يعني وجهتها للمستشفى طيبه للتخصص. طب ده شيء عظيم جدا. يمكن انا دايما اقول احنا عندنا امثله صارخه في تفوق الدكاتره والاطقم الطبيه المصريه، من ابرزها انه الجماعه البريطانيين لما بيكون عندهم عايزين دكاتره ودفعات من الاطباء بيحطوا على اول الليسته الاطباء المصريين. ده مثال يشهد ليه العالم. والامريكان نفس القصه. والجيد بقى لا كمل. الجميل بقى حضرتك دلوقتي ان احنا بقى عندنا منظومه صحيه محترمه. صح. منظومه صحيه فعلا بتخدم المرضى بشكل كويس، وبالتالي الطبيب المصري النهارده بعد ما كان في عزوف عن ان هو يشتغل في المستشفيات الحكوميه، بقى في النهارده صراع على ان احنا عايزين مكان في المستشفيات اللي تتبع لهيئه الرعايه الصحيه. الله. يعني هو اولا عنده تجهيزات كويسه جدا، بيتعلم وبياخد خبرات زيه زي اي مكان في العالم، ما كانش بيحصل الكلام ده قبل كده. ويعني مش عايز اقول لحضرتك النهارده يعني اطباء من كافه محافظات مصر ومن كبرى الجامعات المصريه النهارده الحقيقه بيتهافتوا وبيتنافسوا ان هم يدخلوا في منظومه التامين الصحي الشامل كطبيب متعاقد علشان يقدم في الخدمه الصحيه اللي موجوده داخل هيئه الرعايه الصحيه، هيستفيد منها كخبره وهيفيدنا طبعا كدكتور عنده علم كويس وعنده خبرات كويسه، واحنا هنطور ده داخل هيئه الرعايه الصحيه. هايل جدا. ده اول مره تبقى موجوده في مصر، يعني ما كانش بيحصل قبل كده. لا والواقعة دي أصلها بقدر ما هي يعني الواقعة إنسانية جدا، ده ما فيش أي خلاف. الأطباء المصريين والمنظومة الصحية المصرية هتذهب لنجدة أي حد دائما موجود على الأراضي المصرية، إذا كنا كمان بنسافر وبنساعد الشعوب اللي ممكن تكون منكوبة أو مأزومة في أحوال وما إلى ذلك. لكن الست الأمريكانية دي عمليا كده اتحولت لسفير فوق العادة للمنظومة الصحية المصرية تماما. وبعدين اصل يعني دي حضرتك ده عمليه لانقاذ الحياه طبعا، يعني دي حاجه يعني كل حاجه فيها لازم تبقى معموله بدقه، يعني من اول نقلها بعربيه الاسعاف للمستشفى، من اول استقبالها في الطوارئ، للتشخيص السريع، للعلاج السليم، للسيطره على مشاكل غيبوبه السكر، لدخولها القسطره، لعمل المطلوب بالظبط في القسطره من لا زياده ولا اقل،
كل دي حاجات الحقيقه خطوات ما ينفعش تتم غير في مكان مجهز تماما وفي منظومه الحقيقه فيها نظام محترم. يعني الكلام ده يعني زينا زي اي مكان في العالم كله، حتى يعني الست من كتر اعجابها زي ما بقول لحضرتك كلمت شركه التامين تشكرها وكلمت الطبيب بتاعها اللي هو كلمنا بعد كده يشكرنا جدا. فيعني الحقيقه الواحد فخور. ده الدكتور بتاعها بقى طمنها قال لها لا خليكي مع المصريين دول شطار ما تقلقيش. بالظبط يعني كده الحمد لله احنا بعتنا رساله محترمه ان احنا لا عندنا صح. سيستم محترم او نظام محترم او علاجي محترم موجود في مصر في يعني اقصى محافظات الجنوب او في يعني في المكان الاماكن الطرفيه مش بس في الاماكن المركزيه. فده في حد ذاته طبعا حاجه تشرفنا جميعا وتخلينا فخورين. الجميل بقى ان المريض اللي جنبها زي ما حضرتك تضحك بس عم زنباعي قاعد في نفس الاوضه اتعمل له عمليه ثانيه معقده كلفت 10 اضعاف التكاليف دي. فحضرتك تبقى مبسوط جدا ان المريض الغلبان اللي ما كانش له حد بيسال أيوة. عنه زمان النهارده الخدمه جايه له لغايه عنده، مش محتاج يقعد يسافر ويركب ويدور ويعمل ورق ويدوخ سنه ولا سنتين وما يعرفش يوصل لحاجه ولا يدفع شيء وشويات ولا يدفع شيء وشويات. ده اقصى مبلغ بيدفع 300 جنيه ده يعني ولو ما دفعهمش مش مشكله وماله. ويعني يعني انت النهارده حضرتك فعلا حققت مطلوب وطبعا كل الشكر والتقدير، ويجب ما فيش واحد في مصر ينسى ان صاحب هذه المبادره والرائد الاول للصحه في مصر هو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يديله الصحه والله العظيم. واصر واصر على اطلاق منظومه التامين الصحي الشامل في عز الازمات الاقتصاديه في مصر وفي العالم كله. وكان حريص على ان المواطن البسيط ده يوصل له الخدمه الحقيقه على اعلى مستوى وباعلى جوده. طيب بالعمليه دي يا دكتور طارق، يعني مش بس هقول لك بالعمليه دي، زي ما كنت بقول انا واحد من الناس انا عارف فعلا كفاءه المنظومه الصحيه المصريه، طالما توفرت الامكانيات خلاص كده مفيش حاجه هتقدر تقف قدامنا ولا تصبح عائق. لكن هل النهارده اقدر اقول انا بملو الفم وافرد صدري كده على اخر واقول اهلا وسهلا بسياحه علاجيه في مصر على اعلى مستوياتها؟ يعني مش سياحه علاجيه اللي هو يلا بينا هنزرع شعر وننفخ بق وكلام، حتى في العمليات الدقيقة أهلا وسهلا تعالوا شرفونا. ده لازم، وإحنا الحقيقة متأخرين. إحنا كمان إحنا دلوقتي الحمد لله بنقدم خدمة متميزة جدا. أنا دول حركت حاجة في أمريكا في يناير اللي فات في مؤتمر أكبر مؤتمر للمشاكل الشرايين الساقية المعقدة. إحنا الحمد لله في هيئة الرعاية الصحية كان من العالم كله تم قبول 8 حالات منهم حالتين إحنا عاملينهم في هيئة الرعاية الصحية والستة التانيين معمولين في أمريكا. ما شاء الله. والحمد لله إحنا تميزنا جدا في الشغل. عايز اقول لحضرتك ان المصريين اللي سافروا يتعالجوا بره في امريكا يعني دفعوا مئات الالاف من الدولارات وما وصلوش للنتيجه اللي احنا الحمد لله بنوصل لها هنا في مصر. تسلم عقولكم وتسلم ايديكم بصراحه. ربنا يخلي حضرتك. احنا يعني فخورين ببلدنا، فخورين بالمنظومه الصحيه في مصر بهيئه الرعايه الصحيه. بنشكر فخامه الرئيس والمسؤولين على هيئه الرعايه الصحيه على المجهود الكبير اللي بيعملوه علشان يوفروا خدمه متميزه حقيقيه ما كانتش موجوده قبل كده. وعلى تصحيح مسار المنظومه الصحيه في مصر علشان نبقى فعلا بنقدم خدمه يستحقها المواطن المصري الغلبان قبل المقتدر. صح، واحنا فخورين بيكوا كل الفخر اللي ممكن تتصوره واللي ما تتصوروش. انا بكلمك بامانه شديده. اشكرك جدا يا دكتور طارق بجد والله، الف الف شكر. دكتور طارق رشيد استشاري القلب وخبير القسطره القلبيه والقائم على العمليه اللي كنا بنتكلم عليها.